استخدام الأطفال والنساء في التجمعات السياسية، صور لبعض المسلحين في التجمع، لاحظوا حضراتكم ان الصور دي بقى متاخده من شقق في المنطقه، فما فيش صوت، وصوره من وراء ازاز، فدي تحصلنا عليها من بعض المواطنين اللي ساكنين. واضح الاسلحه الاليه مع بعض منهم. مجموعة أخرى من المسلحين، ده خروج آمن مصور من إحدى الشقق، ده ممر فرعي هيخرج منه ألوف من المواطنين. الشرطة عمالة كلهم روحوا. نعتذر احنا. شوف هنلاحظ ضابط حط السلاح بتاعه على العربية الزرقاء علشان بيشاور لهم يطلعوا، يعني حط السلاح بتاعه على العربية وبيقول لهم يلا. شوف الجيوش ماشية عندنا. احنا بنعتذر عن بعض الألفاظ اللي هتظهر، احنا خلينا الفيديو بطبيعته. ده ضرب نار أثناء الخروج لتعطيل عملية الخروج الآمن. صور الشرطة اللي كانت لعاصمة النظام كانت فرغتها فين دلوقتي؟ كانت فرصتها. لما الشرطة صحى فيه ده وسايبهم معديين زي الكلاب اهو، ولكن عايزين يصفوهم مكانهم وخلصوا خلصوا عليهم. نشوف هنا ازاي ضابط شرطة العناية الإلهية أنقذته من لحظات والطلقة. شوف طلقة جت في الباب أهي، ودخل الطلقة جت في الباب.
عينك والحربيه دي. بمجموعه مسلحه اعلى مبنى سلف الطيبه مول بتطلق النار على قوات الشرطه في شارع انور المفتي الموازي لطريق النصر. ده خروج آمن. ضبط برضو عناصر مسلحة. خلينا نروح. يا أمي مفيش وقت. يا أمي تعالى ديك إيدك. تعالى يا أمي. دي مستشفى رابعة، وهنا أهم مشهد في مشاهد الفيديو. دي مستشفى رابعة. يلا بعد إذنك.